زال يستزيد من المعرفة مستعينا ومستشهدا في هذا السياق ببيت شعري لأبي الفتح علي بن محمد البستي. قال الشاعر الذي يستشهد الاستحسان: إذا مر بي يوم ولم أتخذ يدا ولم أستفد علما فما ذاك من أمر. يعني من البعد إلى الحد، هذا هو الاستحسان. وخزانته في منزله شاملة لذلك. أما سيدي وصديقي سيدي محمد بن نور الحسن، وهو بالمناسبة تلميذ لسيدي حسن في فاس، في آداب فاس، فقد بعث لي بهذه الرسالة التي يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن نور هو رئيس المجلس العلمي الجهوي أستاذ جامعي على كل حال. يقول سيدي محمد بن نور: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على من شرف بالصلاة عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الخيار. السلام عليك أستاذي الكريم، الشاعر المفلق والباحث المدقق الدكتور حسن طريبق، وعلى روحك الطيبة النقية المحبة للخير، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أستاذي الجليل، في زمن غابت فيه معاني ومعالم الأستاذية، غابت فيه معاني ومعالم الأستاذية كما تعرفون. السلام عليك أديبا كبيرا نبيلا وأستاذا مقتدرا وصديقا كريما، سلاما ممزوجا بالاعتذار، فلم أكن أتصور أن أتخلف عن حفل تأبينك الذي يدين بوجوده لك قبل أي إنسان آخر، لكنه الزمن والظروف القاهرة. لقد صدمت في وفاة أستاذي وزميلي وصديقي صدمة ما زلت غير قادر على تخطيها. لقد كان حسن طريبق بالنسبة لي صديقا وأخا قبل أي شيء آخر. عرفت في البداية شاعرا مفلقا من خلال ما كنت أقرأه له على صفحات جريدة العلم، وكذا في مجموعة من المجلات مناهل ودعوة الحق والعروة إلى غيرها، مجلة الجدول التي كان مديرا لها برفقة هيئة تحرير تضم مجموعة من الأدباء بمدينة القصر الكبير ومن خارجها، وذلك سنة 1957 وبغيرها من المنابر المغربية والعربية. وفي مطلع الثمانينيات من القرن الماضي كان أول لقاء به بكلية آداب فاس التي التحقت بها طالبا ثم أستاذا، فكان اللقاء موعدا مع القدر الذي شاء أن تبدأ به علاقة أستاذ بطالبه لتمتد وتتطور إلى صداقة امتدت طول العمر وتخطت كل العقبات. وأنا الآن أجد نفسي محرجا تضيق الكلمات في صدري وأنا أكتب هذه الشهادة بتأمين أستاذي وصديقي الدكتور حسن الطريبق، لأنني طالما وقفت أستمع وأستمتع بأستاذي وهو يتحدث بلغته الجزلة ذات البلاغة المحكمة